إذن سنتحدث عن هذه الآن العودة، كيف تمت؟ هل فعلا هي طوعية أم بالإجبار أيضا؟ وما يمكن أن يواجهه العائد السوري إلى بلده؟ ما بين العودة الطوعية وتلك القسرية جدال والتباس وتوظيف سياسي، إنه ملف اللجوء السوري في لبنان وتركيا اليوم، هو نقطة الصفر التي حددها الرئيس اللبناني ميشيل عون لبدء عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم على دفعات، ولكن وسط ضبابية تامة بشأن آلية التنفيذ وتحذيرات من منظمات حقوقية حول الخطر الذي قد يتعرض له اللاجئون في بلدهم من تعذيب أو اضطهاد. كيف نروح الحرم؟ بنضل هون. كيف تريدين نفل؟ معناته أنتم بهالوضع هذا تريد تزونا على الموت يعني؟ ما شيل شنطاية واروح هناك شو أسوي؟ يجوز إذا بدش تشحدين ما حد يشحدش، ولا هم ميتين لحالهم. أهو نعيش عيشة ذل ولا عيش يعني فوق خسر شخص من حياتي يعني؟ والله باين هين ما نقدر نروح الا يجي امان مضبوط من هالمخيمات هاي، ما حد فل على سوريا ولا تحرك. اذا قليلون فقط من اللاجئين في مخيمات سهل البقاع اللبناني ابدوا استعدادا لتسجيل انفسهم، فبرايهم الذل افضل من الحرب، فلنشاهد. كيف نروح الحرب؟ بنضل هون. كيف تريدين نفل؟ معناته وانتم بهالوضع هذا تريد تزونا على الموت يعني؟ ولكن منظمات حقوقية أبدت خشيتها من احتمال ألا يكون البرنامج طوعيا كما يقال في وقت تتزايد فيه المخاوف من سياسة إكراه يقولون إنها مطبقة بالفعل في تركيا التي يعيش فيها 3,600,000 سوري فروا من بلادهم، فلنشاهد. Syria is not safe for returns. We've published our findings, which indicate that many refugees who are going back to Syria have been subjected to human rights violations, including detention, arbitrary detention, torture, as well, including rape and other sexual violence, and enforced disappearance. إلا أن لوزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور نجار رأياً آخر، فقد أكد للحدث عن عودة النازحين طوعاً ولم يجبر لبنان عليها أحداً.